راس مالي غادي نتكلموا اليوم على مرض الكلية وأمراض الكلية المتنوعة مع البروفيسور عبد اللطيف جنان، كولونيل طبيب سابق بالمستشفى العسكري بالرباط، أستاذ كلية الطب بالرباط، أخصائي طب الكلية وجراحة الكلية والمسالك البولية والجهاز التناسلي والأمراض الجنسية. بروفيسور عبد اللطيف جنان، صباح الخير وشكرا على تلبيتك للدعوة. صباح الخير سمعت مستمعين الكرام. بداية يعني هناك بالنسبة للكلي ممكن أنها تصاب بأمراض اللي هي متنوعة دكتور جمال جلال جنان. نعم. عفوا عبد اللطيف تفضل. نعم. فهو وبالنسبة لهذا الشهر ديال رمضان غداو بالمزايا، المزايا اللي عنده بالنسبة للأعضاء. نعم. الجسم الكلي والأعضاء الأخرى. ومن بعد غنتطرقوا تدريجيا للأمراض ونجاوبوا على لي زابيل ديال المستمعين الكرام. فهو بجانب هذا الشهر المبارك، بجانب المزايا الروحية اللي هي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فكاين بزاف ديال فوائد ومزايا لا تعد ولا تحصى. أكيد. الشهر المبارك. فباش نتوصلوا حنا الأساتذة الجامعيين في كلية الطب للفهم، واحد الفهم بسيط، شنو الفرق ما بين الايام اللي كنتناولوا فيها الوجبات العاديه بثلاثه وبين الايام ديال الصيام. فقمنا بواحد المقارنه باش نشوفوا شنو وجه الشبه وشنو الاختلافات، باش نقدروا نقنعوا الناس بواحد الطريقه سلسه وبسيطه. نعم. فهو شنو كنربحوا في الصيام اللي كنقارنوا الايام العاديه مع الايام الصيام؟ غنبداو بالاعضاء كلها اللي كيدوز عليها الاكل ابتداء من الفم حتى نوصلوا للكلي. فالمستفيد الاول هو النسيج والغلاف ديال الفم والاسنان، هذا هو المستفيد الاول اللي كيرتاح بالنهار. المستفيد الثاني هو كنقولوا الفنجره او البلعوم او الحرقوم الفرنسيه لو لاغانكس لو فارانكس، فالعضو كيستفد الوظيفه ديالو كترتاح. مرورا عبر المريء اللي هي القناه اللي كتهبط الماء والاكل حتى المعده. نعم. النسيج ديالها والوظيفه اللي دارها الله سبحانه وتعالى اللي كتختلف حسب تعاقب الليل والنهار، ما بين عندها وظيفه بالنهار وعندها وظيفه بالليل، لا هي ولا الكبد ولا البنكرياس. الامعاء الرقيقه والامعاء الغليظه الى منطقه الشرج. نعم. فهاد المناطق كلها ملي كنكونوا صايمين، وبالضبط علاش الله سبحانه وتعالى دير الصيام بالضبط من الفجر الى المغرب. فاثبتنا علميا ان كاين واحد السبب علاش، كاين يمكن الله سبحانه وتعالى يامرنا نصوموا مثلا من الظهر ولا من العصر حتى الليل. فشنو ثبتنا ان هاد الاعضاء بالنسبه للمواد اللي والهرمونات والانزيمات اللي كتخدم بها، فبالنسبه لها فهي غتستافد اكثر. نعم. إلا كنا صايمين في هذه الفترة بالضبط من الفجر حتى المغرب. علاش؟ حيت ثبتنا بواحد لي كوب، كنقولوا لي كوب ولا الرسوم المبيانية اللي كتبين لنا شنو هو الفرق من الفجر حتى المغرب في إنتاج الهرمونات التالية. غنبداو الأنزيمة، نبداو بالأنسولين، نبداو بالانزيمات اللي كيصايب الكبد، وليغيتروبويتين والفيتامين دي اللي كتصايبها الكليه، والهرمون دو كرواسونس، الهرمون اللي كينمو به حتى الاطفال ابتداء من سن البلوغ اللي كتصايبو الغده النخاميه. فهاد الاعضاء كلها مستفده اكثر لا في النمو ديال الجسم ولا في الوظيفه ديالها الا كنا صايمين بالنهار. الوغ الا مثلا افترضنا ان غنصوموا بالليل ناكلوا بالنهار، فما كاينش لها واحد الافاده. فمثلا ملي كنفوتوا المرحله اللي معروفه ديال الهضم، الاكل اللي كناكلوا فإلا ريحنا كنريحوا بعد الجهاز الهضمي في الايام ديال الصيام. نعم. وملي كنريحوه المستفيد الاول اللي غيتبع الجهاز الهضمي مباشره مع الامعاء هو الكبد. الكبد غير الله سبحانه وتعالى واحد الضوء انه هو اللي من بعد عمليه الامتصاص ديال المواد اللي لايقه للجسم والباقي كيمشي في الغائط. من بعد ديك عمليه الامتصاص عنده واحد الدور بالنهار كيعيي شويه، اللي هو ثلاثه الادوار متابعه، خصو يستوكي يخزن البروتينات، يخزن الدهنيات ويخزن السكريات، عاد يفرقهم يصيفطهم للقلب، ومورا القلب عاود كتجي دور الكليه. اذا ملي كيرتاح بالنهار اولا
الوظيفه ديالو راه فراحه. كيدير واحد الحاجه سهله اللي مفيده لينا، ان اوليو باش نعتمدوا ديما غير على لي زانجيستا، يعني هذاك الشيء اللي كنعطيو للجسم اللي هو هذاك الشيء اللي كناكلو، راه عندنا واحد الخزان طيله العام ديروا لنا الله سبحانه وتعالى، لا من ناحيه البروتينات، لا من ناحيه الدهون، لا من ناحيه السكريات والجليكوجين الخزان ديالهم، ولا من ناحيه الفيتامينات الاملاح المعدنيه. الكبد كيمشي كيحرك هذاك الستوك اللي عندنا زايد، حيت هذاك الزائد اللي عندنا هو اللي مع توالي السنين كيعطينا امراض مزمنه، كيعطينا امراض الالتهابات، كيعطينا الله يستر الاورام. فإلا بقى غير ستوكي كنسميوه بالفرنسيه لي غادي كولي ولا لي غولي، هو الصدى، بحال واحد الصدى، بحال واحد الماعون صدى، واخا يكون غالي راه الا ما عندوش على الاقل مره في العام ولا جوج مرات في العام تخرجش برودوي كيتصدى. حتى الجسم هكا الا كتشرب مره في العام ولا جوج مرات في العام حسب العلم وحسب الاسلام، الا ما عندناش هاد العاده راه كيتقطعنا على الماكله هو اللي كيتصدى، كيدير اللي غادي كوليبغ. وكنقولوا المصطلح هو لو ستريس اوكسيداتيف، فكاين لو ستريس ديال الضغط ديال الدنيا كلشي ناس كيعرفوه، ولو ستريس اوكسيداتيف هذا واحد التغيير كيكون داخل الخليه ديال الله سبحانه وتعالى، غادي شلون فريمون ميكروسكوبيك ما كيبانش، هو بحال الخلايا كيتصداو، وإلا تصداو كيعطيو الأمراض اللي معروفة مزمنة ديال الفشل الكبد، ديال الكوليسترول، ديال لاتيروسكليروز، ديال لاتونسيون، ديال الضغط الدموي، الكونسير، الأمراض المزمنة اللي كتجي في الجهاز الهضمي، كنقول الار سي اش ولا الكرون. هاد الأمراض كلها راه الوقاية دايرها الله سبحانه وتعالى من الصغر اللي كنبلغو، إلا تبعنا غير هادشي اللي في الدين. وحتى علميا شنو ثبتنا حنا والزملاء اللي في كلية الطب في الغرب، هما بغض النظر عن ولا عن الدين اللي حنا دايروا لنا فريضه في الاسلام، هما حاولوا يفهموا علاش، وما يحاولوا يفهموا علاش، لقاو ان 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 هذاك الشهر اللي داير الله سبحانه وتعالى زياده عن السنه، بعض الناس كيديروها الاثنين والخميس وعلى شوال، هذاك الشهر بالضبط وزيد كيلكو جوغ، يعني هي واحد 40 حتى 50 يوم، هي اللي كتخصنا 365 يوم اللي داير الله سبحانه وتعالى في العام باش نديرو بحال ان ديتوكس، باش نخرجوا كاع هذاك الشيء اللي زايد اللي هو راه كاين مخزن عندنا، اللي مخزن من البروتينات، من الدهنيات، من السكريات، وهو اللي مخزن ماشي باش ينفع، حيت غينفعنا حتى 17 18 سنه النمو باش تكتمل النمو ديالنا في الطول العرض، من مورا 18 الا بقى عندنا في الجسم غيدير غير اضرار. نعم. دونك حتى هما راه في المنابر الاعلاميه ديالهم في كليه الطب مع المواطن العادي راه كيهضروا بزاف على هذا الشيء، وتبتوا علميا بالبحوث بمختبرات بشنو كيوقع ما بين كيديروا تحاليل في النهار اللي كيكون انسان صايم، وتحاليل في النهار اللي كيكون انسان واكل. نعم. التحاليل كيقصدوا مثلا هرمون السعاده الميلاتونين، هرمون الكرواسونس جي اش، كيقصدوا الفيتامين دي ليغيتروبويتين، كيقصدوا الانزيمات ديال الكبد، وكيقارنوا كيديروا التحليل هذا النهار التحليل النهار الاخر، نهار صايمين نهار واكلين، وكيبان لهم ان الجسم مستفد اكثر في الايام اللي كنكونوا صايمين. لا من الناحيه العضويه ديالو ولا من الناحيه الوظيفيه. ودابا اللي ثبتوا علميا ان من غير المنفعه ديال الصيام عند المواطن عادي عندي وعندك، حتى دابا لي كوتش ديال الناس اللي كيقودوا العالم في ميدان الاقتصاد، في البنوك الكبار العالم، الرياضيين الكبار المستوى العالي اللي كنشوفوهم يوميا في التلفازه، الفنانه الكبار، الناس اللي كيقودوا العالم السياسي الكبار، لي كوتش الاطباء ديالهم دايرين لهم واحد النظام اللي معروف ان كل شهر خصو يصوم 3 ايام ولا 4 ايام. علاش؟ باش يرد الوظيفه ديال الدماغ ديالو باش كيخدم، ولا العضلات الا كان رياضي باش يردها اوبتيمال، يردها قصوى، عنده 3 ايام ولا 4 في الشهر الا حسبنا راه هي اللي كاينه في الاسلام، هي واحد الشهر ومع شويه شوال. نعم. يعني الان يعني الناس اللي مصابين بمرض الكيلي كيفاش يمكن لهم مثلا، او هناك شروط يعني بالنسبه للصيام اللي لازم انهم، او تعليمات اللي لازم انهم يتبعوا ويلتزموا بها في شهر رمضان؟ نعم. فهو بالنسبه للامراض الكيلي يمكننا نقسموها لجوج لي تيغوا، جوج لي شابيتر. كاين الامراض اللي كنقولوا النيفرولوجيا اللي هي تابعه لا نيفرو، والله يستر، كاين الاحتمال ديال لا ديالي. وكاين الامراض ديال ليغولوجيا، ليغولوجيا هي الامراض اللي فيها حجره ولا فيها الكلوات نفخات ولا فيها تعفن ولا فيها واحد تشوه خلقي في الكلوه في الكليه ولا في النبوله ولا فيها ورم. هادو الا كان غير كليه وحده
هي فيها المرض والكليه الاخرى سليمه راه ما كاين حتى مشكل، يدير غير واحد الفحص شهر ولا اسبوع قبل ما رمضان يشوف الطبيب ديال الكلي وجراحه مثلا البوليه، وإلا كان الفحص مطمئن من ناحيه تقريبات ايكوغرافيا ومن ناحيه واحد جوج ولا ثلاثه تحليلات ساهلين كيداروا، راه الطبيب غيقول له يمكن لك تصوم ويعطيه الطريقه باش يعوض الجسم ديالو في الليل بواحد الطريقه منتظمه. هكا تقدر تشرب الماء واش المسافه اللي تاكلها واللي ما تاكلهاش في الليل فوالا. وبالنسبه للناس اللي عندهم الكليه بجوج مقيوسين اللي هما امراض كنقولوا مرضي سيستم ولا مرضي ديال الجسم كله اللي اثرت على الكليه، هي امراض نيفرولوجيه اللي كيكون فيها الاحتمال بعد واحد عشرات ولا 20 سنه من المراقبه ديال هذا المرض اللي عندك كيخ الوصله ديالي هذا، لا هذا هو اللي كيصعب عليه الصيام، كيصعب عليه الصيام حيت اصلا هذيك الوظيفه ديال الكليه هذاك الشيء اللي انا شرحت في الاول اللي كان مطلوب الجسم يديرو اصلا عنده الاعضاء ديالو ضعيفه ما يمكنش دير هذاك الشيء، واللي كيحتاجو سيرتو واحد لا غير بارتيسي واحد التوزيع ديال الماء في النهار حسب لو سيكل ديال تعاقب الليل والنهار الله سبحانه وتعالى، وسيرتو الدواء نفس الادويه ديال الامراض المزمنه اللي كاين كبير بين الى خداه الانسان في الصباح في الافاده ديال الجسم بين الى خداه في الليل، هادو هما اللي الطبيب ديالهم الاسبوع اللي قبل ضروري يشوفوه اللي كيقولوا لا راه ما يمكنكمش تصوموا حيت يكون ضرر اكثر للجسم من ما هو افاده. نعم نعم يعني نعم يعني وبالنسبه لهاد الناس هادو خاصهم طبيعه الحال دكتور جنان انهم يمشيو يشوفوا الطبيب المعالج ديالهم يشوف الحاله ديالهم قبل يعني الشهر الفضيل. شنو هي يعني الحوايج اللي ممكن توقع المريض الكلي في اللي يجب عليه الافطار فورا الى وقعت له في رمضان؟ الاعراض هو اللي عنده امراض الكلي وبدا النهار مثلا كنقولوا من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يمكن الانسان ينوي ويتوكل على الله ويشوف شنو غيوقع ما بين الصباح حتى مرحله العصر، هذه هي لافاز لي كريتيك. فإلى الانسان كيحس براسو عنده القوه المعتاده، القوه العقليه، القوه الجسميه معتاده، ان ما كيحسش براسو عنده واحد الموجات ديال الصهده وديال العرق وعنده واحد الحاله ديال كنقول غايه اللي نوضي بحال اللي باغي يرد ويلا كيحس ان اذا كيحس ان سميتو الاعضاء الاخرى من غير الكلي اللي هي الدماغ ديالو اللي هي العضلات باش كيتمشى والعظام ديالو ولا كيما موال في الايام العاديه فيمكن له يكمل النهار ديالو. اما الى بانوا هاد الاعراض اللي قلت سواء الغثيان فوالا اللي نوزي بحال اللي غيره ولا لا ديسبني يعني واحد التغير في لا فريكونس في عدد المرات اللي كيتنفس فيها في الدقيقه سواء تزاد التنفس ولا هبط ولا فوالا ولا حس براسه شويه عيان يمكن له يفطر ما كاين حتى مشكل. نعم نعم اذا دكتور جنان عبد اللطيف شنو هي مثلا هل هناك نظام مثلا غذائي مثلا او اطعمه يجب تجنبها في رمضان لمرضى الكيلي دكتور جنان؟ نعم فمرضى الكيلي في رمضان المساله اللي خصني تجنبها بزاف هي فوالا في هذاك الشهيوات اللي كيكونوا في الطبله ديال الافطار ينقصوا من كميات الملح نعم ينقصوا من كميات البروتينات الحمراء وينقصوا من كميات البيض. فهادو هما المسائل اللي الانسان اللي عنده الكليه شويه على قد الحال اللي كيصعب عليها في الشهر ديال رمضان دير الوظيفه ديالها. نعم اللي هي تو سامبلومون تصفيه الكليه هو واحد العضو اللي كيجي له الدم مليء بمواد اللي هي نافعه لينا وفيه مواد اللي ماشي غير نافعه. نعم فوالا عنده واحد جوج لي شرايين واحد كنسميو لاغتيغ افيرونت لاخر افيرونت وعنده بحال الصفايات اللي عندنا في الدار فكاين ملايين الصفايات كنسميوهم لي نيكرو. فالماده اللي مزيانه ملي غتجيبها لاغتيغ افيرونت يعني هو الشرايين المقبل والاخر الشرايين اللي كيخرج من واحد غيجيب الكليه واحد غيخرج منها وباش
باش ندوزو من الشرايين اللي كيجي بالشرايين اللي غيخرج كندوزو تخفيف الصفير. فالمواد اللي مزيانه راها كتريكوبيرا كترجع في هذاك الشرايين اللي كيشبه الخوك افيرون ولي فيرون افيرون ولي غيجين افيرون اللي كيدي. والمواد اللي خايبه هي اللي كتهبط وهي اللي كتعطي ديك الرائحه الكريهه اللي كتكون في البول فيها الامونياك فيه فيه الكلور فيه الاحماض. فالتكوين ديالو تكوين قاصح لا بروف ان غير الكلور اللي كيكون في لابيسين الى الانسان حل عينو في لابيسين كيولوا حمرين بزاف تماما. الامونياك هو الريحه اللي في الزافيل والاحماض اللي تابعه لواحد الايون كنسميوه اش بلس. دونك هذا هو هذا هي الوظيفه اللي كدير الكليه غالبا سواء في رمضان ولا في الايام الاخرى. نعم. وبالنسبه لشرب الماء دكتور جنان في رمضان نعم. فهو بحال في هذا الاشهر اللي جانا فيها رمضان فدرجه الحراره مزيانه الحمد لله في المغرب فكافي ما بين لتر حتى لتر ونصف في الليل كتكون درجه الحراره هكا ديال فبراير ديال مارس ديال افريل ماي. فاللي خايب شويه هو الاشهر اللي كيجينا رمضان في شهر الاخر شهر 7 وشهر 8 هنا كيخصنا ما بين الافطار حتى العصر نوصلوا حتى لواحد جوج ايطرو ديال الماء ماشي بالضربه بيان سور غير فوكي سوا بيان ريبارتي تكون منظمه بطريقه عاديه. ففي المائده الاولى الافطار يكون واحد نصف لتر يشربوا الانسان بشويه عليه وعاود مورا الافطار كيرتاحوا الناس كيصليوا التراويح. فمنين سالوا الافطار حتى لمرحله العشاء عاود واحد نصف لتر هي بشويه وعاود الانسان ملي يوجد راسو ينعس ما بين العشاء والسحور واحد نصف لتر بشويه راه كافي. رائع. بروفيسور عبد اللطيف جنان كولونيل طبيب سابق بالمستشفى العسكري بالرباط استاذ كليه الطب بالرباط اخصائي طب الكلي وجراحه الكلي والمسالك البوليه والجهاز التناسلي والامراض الجنسيه شكرا جزيلا على التوضيحات القيمه والنصائح القيمه والى فرصه قادمه بحول الله. صباحك سعيد. شكرا. شكرا.